مش واخد بالك ان 2025 خلاص بتخلص قدامها كام شهر وتسلمنا ل 2026؟ الـ AI بيتوحش لمراحل محدش فينا عارف هيوصلنا لإيه، وانت بيتك لسه مش ذكي. بس انا عذرك، المثل بيقول عايز تحيره خيره، واليومين دول كمية الأوبشنز وكمية الإيكو سيستم والأجهزة تحير أي حد. عشان كده في الفيديو دوت هاخدك خطوة بخطوة من إيدك نعدي على الإيكو سيستمز اللي موجودة في السوق ونبتدي نشوف إيه مميزاتها وإيه عيوبها علشان يمكن تعرف تقرر أنهي واحد هو الأنسب لاستخدامك أنت الشخصي. يلا بينا نشوف أكتر أربع أجهزة واخدين صيت وسمعة اليومين دول. نبتدي باللي انا قلت على نفسي فان بوي ليهم في فيديو قبل كده، ابل. من الاخر كده، لو انت راجل ايفونك معاك ابل واتش، ايربودز، ايباد، الايكو سيستم بتاع ابل بيسهل لك قوي انك تخش في الابل هوم ايكو سيستم. ليه؟ ابل بتتميز بثلاث حاجات كونسيستنت او ثابته على كل اجهزتهم وكل البلاتفورمز بتاعتهم. اول واهم حاجه من وجهه نظري الشخصيه الامان. بمعنى ايه؟ ابل بتوعد العملاء بتوعها ان الديتا بتاعتك مش هتتباع لشركات اعلانات، مش هتروح لشركات تانية، كل حاجة هتفضل موجودة لوكالي على الديفايس بتاعك او النتورك بتاعك. تاني ميزة ابل دايما بتتميز او بتتألق فيها هي الديزاين. لو قارنت الابل داشبورد اللي موجودة على التليفون او على الايباد اللي بتسهلك التحكم في بيتك بالابليكيشنز التانية او بالايكو سيستمز التانية اللي هنتكلم عليها بعد كده، هتلاقي ان there is a clear winner زي ما بيقولوا، فرق السماء من الارض من حيث التصميم، من حيث سهولة الاستخدام، وده بيبقى لطيف جدا لو انت لسه بادي مشوارك مع بيتك الذكي. تالت ميزة اللي انا لسه متكلم عليها من شوية، فكرة ان الاجهزة كلها بتتعامل مع بعض بسلاسة وسهولة، وده بيدي اريحية كبيرة قوي للمستخدم. طيب هل الابل هوم ايكو سيستم ما فيهوش عيوب؟ بالتأكيد لا. ابل فيها من وجهة نظري برضو تلات عيوب اساسيين. اول حاجة، ابل نسبيا جديدة في المجال بتاع السمارت هوم، وبالتالي في ليميتيشنز، ومش اجهزتها مش بتتوافق او مش ماشية مع كل البروتوكولز اللي موجودة في الماركت، وده هيعمل لك ليميتيشن وانت بتعمل سيت اب للبيت الذكي بتاعك. تاني مشكلة، اي حاجة ابل بتعملها او الشركة بتوعها بيعملوها بيبقى عليها ما يسمى بالابل تاكس، فهتلاقي نفسك دافع فلوس اكتر من ايكو سيستمز تانية. هل بتاخد قصادها نفس الكواليتي؟ مش شرط او مش دايما، وبالتالي ده تاني عيب. تالت عيب واللي بنعاني منه كلنا كابل يوزرز، غباء سيري. الفويس اسيستنت بتاعت ابل اتأخرت كتير قوي عن المنافسين سواء كانوا جوجل او امازون او اي حاجة تانية، وبالتالي الفويس اسيستنت لو انت عايز بيت تتحكم فيه بصوتك معظم الوقت، او عندك افراد من عيلتك مش هيبقوا ماسكين تليفوناتهم بيشغلوا الحاجات اللي في البيت، فابل هوم كيت مش من اسهل الحاجات اللي انت تتعامل معها. طيب لو انت قررت ما تكملش الفيديو وشوف باقي الاوبشنز وتنزل دلوقتي تبتدي ابل هوم كيت ايكو سيستم، هتعمل ايه؟ هتروح تشتري يا اما الابل تي في الـ4K او هتروح تشتري هوم بود او هوم بود ميني از سبيكر. دول هيشتغلوا از الهب بتاعك اللي هتبتدي توصل عليه الاجهزه الذكيه اللي هتعمل لك الايكو سيستم بتاع بيتك الذكي. بس نصيحه مني، شوف اللي بعده علشان تعرف تقرر بعقل، وعقلك في راسك تعرف خلاصك. مثل تاني، الايكو سيستم اللي بعده هو بتاع جوجل. وجوجل زي ما قلت على ابل، لو انت راجل عندك ايفون وايباد وايربودز الموضوع هيبقى اسهل لك في الابل هوم كيت. نفس الكلام ينطبق على جوجل، لو انت راجل اندرويد حتى النخاع، حياتك على جوجل درايف وعلى جوجل كالندر وعايش على اليوتيوب، فساعتها ات ميك سنس او من المنطقي انك تروح للايكو سيستم بتاع جوجل. طيب ايه اكبر مميزات جوجل؟ اكبر مميزاته من وجهة نظري هو الفويس اسيستنت بتاعه باورد باي جيميناي، اللي هو الاي اي الايكويفالنت او اللي بينافس حاجات زي تشات جي بي تي وكلود، وده هيبقى بالنسبه لك ميزه عظيمه. تاني حاجه، ميزه في حاجه جوجل هي زي ما قلت الانتجريشن مع الاجهزه. جوجل بقالها كتير شويه اكتر اكيد من ابل في الايكو سيستم ماركت او الهوم او السمارت هوم ماركت، وبالتالي انواع الاجهزه اللي متاحه وكومباتبل او بتشتغل مع الايكو سيستم بتاع جوجل اكتر بكتير من حاجه ابل. وده ياخدني لتالت ميزه. تالت ميزه، علشان الاجهزه اللي كومباتبل كتير فالسعر ارخص اكيد من حاجه ابل، فهتلاقي نفسك بتدفع اقل
ما هتدفع لو انت شغال بس بالابل هوم كيت وفي نفس الوقت بتاخد مميزات جوجل اللي انا اتكلمت عليها. طيب هل ده برضو خالي من العيوب؟ بالتأكيد لا. ليه؟ لان الخصوصية اللي انا اتكلمت عليها في ابل شبه مش موجودة في جوجل، وفي كويستشن مارك عنيفة على قد ايه جوجل بتاخد الديتا بتاعت الكلاينتس بتوعها وبتوديها لشركات اعلانات، شركات كوميرشل الى اخره. فالخصوصية تقريبا مش موجودة. تاني حاجة او تاني مشكلة ان جوجل سيستم غير ابل ما بيعتمدش على اللوكال نتورك بسبب الخصوصية، بيعدي على الانترنت. وخدوها رول اوف ثامب زي ما بيقولوا او قاعدة ثابتة، اي حاجة بتعدي على الانترنت دايما هيبقى فيه لاج في الريسبونس. يعني لما اعمل اوردر للبيت هياخد ثانيتين ثلاثة على بال ما الاكشن اللي انا عايز دوت يحصل. ده ممكن يبقى محبط لبعض الناس وممكن ما يفرقش مع حد. طيب لو انا عايز النهاردة تاني اقطع الفيديو هنا هوت، انا راجل اندرويد وقررت ان انا اروح لجوجل عايز اتحكم في حاجتي بالصوت وما عنديش مشكلة في اللاج، عاجبني قوي موضوع ان السعر لطيف وتمام، ساعتها روح اشتري واحد من الجوجل هابز ونفس ابل بالظبط. الحاجات دي بتشتغل از هاب، دوت بيبقى السنتر بتاعك وبتبتدي تكونكت عليه باقي الديفايسز بتاعتك. ثالث ايكو سيستم معانا والاكثر شهرة من وجهة نظري علشان هو اقدم واحد كمان، هو نظام امازون اليكسا. النظام دوت بقاله سنين في السوق، هو اكتر واحد دايفيرس، وانا شخصيا لما جيت ابتدي ابتديت بيه. ميزة امازون ايكو سيستم ايه؟ اول حاجة ان هو انواعه واشكاله كتيرة جدا. يعني لو انا قلت ان في 3 اوبشنز في ابل او في 2 او 3 تانيين موجودين في جوجل، في امازون عندك اجيال مختلفة من الايكو بوت، اجيال مختلفة من الايكو دوت، عندهم الايكو شو اللي هو الجهاز اللي بسكرين. الكلام ده كله بيديك تنوع كتير قوي في الحاجات اللي انت ممكن تحطها في بيتك. كواليتي الاجهزة محترمة جدا عشان نبقى فير، يعني الاكو دوت او الاكو سبوت او الاكو شو اللي موجودين عندي كسبيكرز كريسبونسيفنس كفعالية زي الفل. امازون كمان الاجهزة اللي من الاجيال الجديدة بتنزلها بيلت ان فيها مليمتر ويف، واللي منكم عارفين ايه هو المليمتر ويف؟ هو عبارة عن بريزنس سنسر. فممكن جهاز الاكو اللي انت حطه مثلا في اوضتك دوت لو الاوضة ما فيهاش حد تشغله ان هو يطفي النور، فبيحل محل سنسورز. في مشكلة لازم اقولها لك، ان البريزنت سنسور مش اكيرت قوي، وفي نفس الوقت الكول داون تايم بتاعه او ان هو بياخد وقت على بال ما يجمع في حدود ال 20 دقيقة، فممكن دوت يبقى اكتر بكتير من سنسورز تانية موجودة. طيب احنا اتكلمنا في المميزات من حيث الدايفرسيتي او ان هو فيه اجهزة كتيرة بتتوافق معاه. الميزة التانية سعره كويس. في ميزة للوطن العربي ان أليكسا بتتكلم عربي، وبالتالي احنا بالنسبة لنا ده ممكن يسهل لناس كتيرة جدا اللي مش كويسين قوي في اللغة الانجليزية ان هم يتعاملوا مع النظام الصوتي بتاع امازون، وهو من اكتر الانظمة اللي يوزر فريندلي زي ما بيقولوا. طيب ايه عيوبها؟ عيب بتتشاركوا مع جوجل ان هم الاتنين بيشتغلوا عن طريق الانترنت، وبالتالي توقع لاج، وتوقع ان انت البرايفسي بتاعتك فيها شرخ او في عليها علامة استفهام، هل الشركة هتحافظ على معلوماتك؟ لا. في عيب مستفز جدا وده حاجة يمكن تكون شخصية ليها علاقة بالموضوع بتاع الاعلانات، ان الاكو شو 8 اللي هي عندي في البيت اللي بشاشة، الاكو شو 8 ده دايما بتطلع لي اعلانات بس، يعني هي ما بتطلعش اي معلومات تانية. في حاجة امازون بتحاول تجيب رجل الزبون بيها زي ما بنقول، ان بتديك فري سبسكريبشنز للسيرفيسز بتاعتها اول ما بتشتري جهاز من اجهزه الاكو. بس لازم التنويه ولازم تبقوا عارفين القصه دي كويس، معظم الاشتراكات ديت عشان تكملها لازم تبقى مقيم في الولايات المتحده الامريكيه. يعني انا مثلا اشتريت جهاز اكو كيدز عندي للولاد بيديني 12 شهر سنه كامله مشترك في امازون كيدز، بس حاولت اجدده ما بيشتغلش باي كريدت كارد او اي طريقه دفع صادره من خارج من بره امريكا. وبالتالي يعني فيتشر انا مش شايفها ان هي مفيده قوي للناس. عيب تاني في الايكو سيستم بتاع امازون الصعوبه في الابلكيشن بتاعهم. لو حطيت ابلكيشن امازون اللي بتتحكم بيه اللي ما تتسمى، مش هقولها علشان ما تشتغلش في المكتب،
بس لو حطيت الابلكيشن بتاع امازون دوت قدام ابلكيشن ابل او ابلكيشن جوجل شتان. اليوزر اكسبيرينس على الامازون ايكو سيستم ابلكيشن من اصعب الحاجات اللي انا واجهتها وانا بعمل البيت بتاعي. علشان بس انا اتكلمت كتير على امازون، لو عايز الخص مميزاتها اول حاجه السعر كويس، الفويس اسيستنس عظيم، الكومباتيبلتي مع الاجهزه very diverse وممكن تشتغل مع معظم الاجهزه. المشكله بتاعتها اول حاجه الاعلانات والبرايفسي، تاني حاجه الكلاود واللاج، دول اكتر حاجتين، وتالت حاجه الفيتشرز اللي هي ما بستخدمهاش انا في الوطن العربي. بتتكلم عربي بس باقي الحاجات مش بقدر استخدمها. لو دخلت على الشابترز وجيت على هنا على طول او كملت الفيديو اللقطه ديت فانت في المكان الصح. ده اخر ايكو سيستم هنتكلم عليه في الفيديو والاكثرهم قربا الى قلبي. ده هوم اسيستنت. هوم اسيستنت هو من وجهة نظري احسن مدير فني او احسن ايكو سيستم ممكن تبتدي بيتك بيه. ليه؟ رقم واحد، السيستم ده open source وبالتالي بينزله تحديث كل شهر والكوميونيتي اللي وراه بيزيد يوم بعد يوم. لو جيت تقارن كل شهر اللي انا بقولها دي وممكن تكون خدتها ببساطة بآخر تحديث لنظام الإيكو سيستم بتاع أمازون أو جوجل أو أبل، خش أنت اعمل ريسيرش على تشات جي بي تي ولا على جوجل واكتب لي تحت إمتى آخر مرة أمازون جددوا حاجة في الإيكو سيستم بتاعه. الفرق مرعب. تاني حاجة، تاني ميزة لهوم أسيستنت هو فكرة أن أنت علشان هو أوبن سورس وعشان بيتحدث على طول، فكمية الأجهزة اللي أنت ممكن تانتجريت أو تدخلها في الإيكو سيستم بتاعك لا نهائية، لدرجة ان في حاجات ما تبقاش ماشية غير بس مع ابل او بس مع امازون، تقدر تخليهم هما الاتنين يشتغلوا عندك في البيت بالعكس ويكملوا بعض بالاوتوميشنز والسينز اللي موجودة في هوم اسيستنت. تالت ميزة في هوم اسيستنت ان هو بيأوبريت على اللوكل نتورك بتاعتك. يعني ايه على اللوكل نتورك بتاعتك؟ يعني privacy 10/10، يعني مفيش اي حاجة بتطلع برا بيتك. مش بس كده، علشان هو بيأوبريت لوكالي ما بيبطئش الانترنت بتاعك، بيسهل لك تستخدم بروتوكولز بعيدة عن الواي فاي. لو الانترنت لسبب او لاخر قطع وما وقع وما فيش انترنت، الاوتوميشنز والحاجات اللي شغالة في البيت بتفضل ذكية عكس التلاتة التانيين بيستخبوا. وبالتالي دي مميزات هوم اسيست. طيب هل هو من غير عيوب؟ هو من غير عيوب. عيبه الوحيد لو انا هبقى بني ادم برخم على هوم اسيستنت هو ان هو محتاجك تبقى فاهم تقنيات بسيطه قوي. ويا سيدي دي امرها سهل، اتفرج على الشانل، اعمل سبسكرايب علشان ما يفوتكش اي حاجه من الحاجات اللي هنزلها عشان تعرف تتعامل مع هوم اسيستنت وتعيش حياه ذكيه مع بيت ذكي. استنوا الحلقه اللي جايه هنكمل رحله ازاي تبني بيتك الذكي خطوه بخطوه، وقولوا لي في الكومنتات لو عجبكم الفيديو شاركوا مع اصحابكم، و اشوفكم الاسبوع الجاي.